استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم في الديوان العام بالوزارة معالي السيد توماش بيترشيك وزير خارجية جمهورية التشيك، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. خلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية جمهورية التشيك بزيارته لمملكة البحرين، التي تعكس مدى عمق علاقات الصداقة بين البلدين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، وبحرصهما الدائم على تنمية مختلف أوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. منوها معاليه إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في فتح آفاق أرحب للعلاقات بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة لهما ولشعبيهما الصديقين. من جانبه أشاد معالي السيد توماش بيتر بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به مملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. هذا وقد صدر بيان مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك الصديقة، هذا نصه: قام معالي السيد توماش بيترشيك وزير خارجية جمهورية التشيك بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين يوم الخميس الموافق 31 من أكتوبر 2019 برفقة وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال بجمهورية التشيك. تأتي هذه الزيارة ترسيخا للرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بينهما، والمضي بها قدما إلى مستويات أرحب في جميع المجالات. خلال الزيارة تشرف معالي وزير خارجية جمهورية التشيك بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما اجتمع مع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية. خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ووزير خارجية مملكة البحرين ومعالي السيد توماش بيترشيك وزير خارجية جمهورية التشيك، تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص على تطوير آليات التنسيق المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والشباب والرياضة وتطوير الروابط الاقتصادية من خلال الوفد التجاري التشيكي المرافق لمعالي وزير الخارجية، والذي يضم 20 شركة بما يدعم فرص الاستثمار في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الصحية ونظم التكنولوجيا والمعلومات والدفاع. وأدان الجانبان التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه وأسبابه، وشددا على ضرورة تجفيف منابع دعمه وتمويله، مؤكدين رغبتهما في تبادل التجارب في مجالي التعايش والحوار بين الأديان. كما تم خلال الاجتماع التباحث والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.